السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هقدم لكم النهاردة وصفة تجنن، حاجة خفيفة ولذيذة من غير دهون من غير جلوتين. وصفة النهاردة يعني محتاجة لايك كده وتشجيع كتير. عايزة بقى ايه ادوق معاكم كده الفاكهة اللي انا حطاها واقول لكم احلى طعم للفاكهة ايه، ولما انتوا تجربوها انتوا كمان تقولوا لي احلى طعم حبيته ايه، يعني اللي حابب ينوع في انواع الفاكهة. يلا على طول نخش على المطبخ ونبدأ بسم الله ونشوف. اول مكون معايا النهاردة عندي موزة وسط كده، نحطها في طبق على طول. وعايزة زبادي اللي هو اليوجرت سادة طبعا من غير اي حاجة خالص، 3 معالق كبيرة من الزبادي. حط الزبادي على الموزة. وبعدين عايزة بيضة تكون بدرجة حرارة الغرفة، بيضة عادية وسط يعني. وعلى البيضة بحط الفانيليا. وعايزة مية، عايزة ربع كوباية من المية العادية، ممكن نستعمل اي نوع حليب لو احنا عايزين. عندي كمان كوباية من جوز الهند المبشور، الكوباية بتاع جوز الهند بتكون 80 جرام. معلقة صغيرة من البيكنج باودر ونص معلقة صغيرة من الخل. شايفين مكونات اسهل من كده، ولا اما بالهاند بلندر او في الكبة اي حاجة وتطحن معنا. ولو عايزين نعملها كمان باي هراسة او حاجة بينفع، يعني من غير اي ادوات يعني كهربائية او كده بينفع. خلينا نطحن مع بعض كل الحاجة كده. شايفين الخليط ابيض ازاي؟ وصفة النهاردة خفيفة جدا، ولكن يعني مش هتكون كيكة لانها يعني مش عالية، مش عارفة صراحة هسميها ايه، ولكن صراحة طعمها مرضي وجميلة جدا كمان على الفطار. يعني لو عايزين ناكل حاجة تكون بقى فيها فواكه وطعم لذيذ وخفيف، دي احلى حاجة. انا جبت صينية فلات كده ملهاش سمك يعني، وحطيت ورقة زبدة ودهنت ورقة الزبدة دهنة خفيفة من اي مادة دهنية. وهبتدي افرد الايه الخليط ده وهزه، يعني اخليه كده بقى ايه مفروض معي. طيب ايه بقى الفواكه اللي انا هحطها؟ هحط فراولة كانت مجمدة هقطعها شرايح، هحط موز، وهحط عندي كمان توت زي ما عايزين. عايزين نحط كمان مكسرات بينفع، عايزين نحط شوكليت شيبس، فخلينا نحط الفواكه. الفواكه بقى دي انتم ملاحظين اللي انا ما حطيتش فيها الخليط اللي احنا عملناه، ما حطناش فيه اي سكر، احنا هنكتفي بطعم الفواكه. وهنعمل اضافة صغيرة، نحط نص معلقة صغيرة من دبس التمر، ولكن مش دلوقتي، هقول لكم على حاجة تخليها مسكرة وجميلة جدا مرضية. ولكن لو حد عايز يحط اي نوع سكر بديل عشان الدايت يعني وكده براحتكم. طيب انا خلصت الفواكه دي، وعايزة اقول لكم بقى كل فاكهة من دول لما بتخش الفرن وتستوي بتعمل طعم رائع غير الطعم الفريش، طعم بيكون جميل جدا. قبل ما ندخلها الفرن خلينا نسيب المقادير. طيب هروح اشغل الفرن على درجة حرارة 180، بتقعد في الفرن حوالي من 20 لـ25 دقيقة. ممكن افتح عليها الشواية حاجة خفيفة من فوق وهي لسه دافية. جبت نص معلقة صغيرة من دبس التمر، او لو عايزين نحط عسل خلاص، يعني هي دلوقتي كده خرجت من الفرن مش هتستوي تاني. هنعمل ايه؟ هنجيب فرشة ونبتدي نلمع، يعني انا هسميه خليط التلميع، يعني هسمي دبس التمر في المقادير معايا اللي حابب يحطه، بيدي تسكيرة حلوة يعني. انا بالنسبة لي كده مرضية وجميلة جدا. كنت الاول مش هحط على كل الموزات، ولكن في الاخر قلت لا خليني احط على كل الموزات. شكلها بقى يا جماعة وريحتها ما بتهزرش، وانا لما اقول لكم على حاجة ما بتهزرش يبقى هي اكيد تحفة، حلوة جدا جدا فطار بقى. شايفين كمية الطاقة ومن غير دهون، لو عايزين نحط فيها اي نوع دهون معلقة مثلا او حاجة ممكن، ولكن انا حابة ان هي تكون خفيفة. احنا حاطين مية يعني مكونات خفيفة جدا على المعدة، يعني برضو الناس اللي عندها مشاكل في القولون وصفة النهاردة ممتازة. طيب تعالوا كده نقطع حتة للحبايب، زي ما احنا شايفين الحتة بتكون متماسكة، ولكن بنتفاجأ بقى لما نيجي نحطها ببقنا بتدوب في البق، والفاكهة بقى بتبقى مسكرة مش محتاجة حاجة. خلينا ناخد حتة كده من على الجنب ادوقها، طبعا خفيفة وجميلة جدا، ولكن الحتة اللي بيكون فيها الفاكهة، خليني اوصل بقى للفاكهة، اخد دي كمان اكلها. عايزة بقى ايه، وصلت اهو للفاكهة. اول حاجة عايزة اجربها الموزة، الموزة المحمصة الجميلة دي عليها الموزة رهيبة. الفراولة مززة كده، وعلى فكرة على حسب برضو الفراولة، في فراولات بتكون مسكرة، الفراولة اللي عندي دي لا.
فالموزة لحد دلوقتي تكسب معايا. طيب خلينا نحط برضو من التوت ده، هطلع حتة من التوت واشوف هل يا ترى التوت ولا الموز ولا الفراولة احلى معاها، علشان المرة الجاية لما اجي اعملها لو عندي فاكهة واحدة ايه اللي ممكن استعمله. ويهمني كمان لما تجربوا تقولولي ايه رأيكم، هل فعلا هتحبوا زيي ولا هتختلفوا معايا. طبعا الحاجات دي اذواق، عايزه اقول لكم الاطفال بيتشجعوا جدا، يعني لو عملنا وصفه زي كده ممكن نحط فيها عسل مثلا او حاجه عشان تعجب الاطفال اللي هم بيتمردوا، يعني لو اطفال بيسمعوا الكلام بيحبوا ياكلوا يقلدونا، يعني انا عندي كده وعندي كده، عندي اطفال بيحبوا يقلدوني بالظبط ولو هاكل ايه كده هياكلوه، واطفال تانيين لا لازم ياكلوا حاجه تكون مسكره. طيب خلينا ندوق اللي هي اللي بالتوت دي، وبرده التوت برده انواع. طيب دقتها يبقى انا كده ايه كلت كمان حته من اللي كنت حاطه حته لوز كده عليها برضو، يعني مش احلى حاجه، المكسرات عليها مش احلى حاجه، مش مدياها اضافه، ولكن هرجع اكل تاني من الموز. الموز كسب، الموز روعه، الموز معاها يجنن، اما الفراوله والتوت عاديين. طيب دي وصفات قدمتها قبل كده معاكم على القناه، اللي عايز اي وصفه من الوصفات بس يكتب لي، عايز الايس كريم، لا انا عايز الاوريو، لا انا عايز الساندوتش اللي كان عليه السمسم، لا انا عايز الفطيره، كل واحد عجبه وصفه من الوصفات دي او جربها يا ريت يشارك معانا. بس ده هو ده كان فيديو النهارده، اتمنى ان شاء الله انه يكون عجبكم وكل الفيديوهات تكون بتعجبكم، واشوفكم على خير في فيديو تاني، مع السلامه.